صحيح اسمه أولمبياد باريس، بس كان لازم يسموه أولمبياد التحدي. تحديات بالجملة بتشكل خطر على نجاح تنظيم العاصمة الفرنسية للحدث الرياضي الأضخم. أول تحدي مكان الحفل. افتتاح الأولمبياد اللي عادة يقام بملعب أولمبي مسكر رح يصير هالمرة بالهواء الطلق، وتحديداً على نهر السين. تاني تحدي عدد الجماهير. أكثر من 500,000 شخص رح يحضروا الافتتاح من على ضفاف النهر. هيدا غير قادة الدول ورؤساء الحكومات. يعني عم تتخيلوا الوضع الأمني بباريس كيف رح يكون؟ تالي التحدي الأوضاع السياسية داخل وخارج فرنسا، فالبلد عم بمر بأزمات كتيرة. فرنسا اليوم بلا حكومة، عدا عن الحروب بالعالم اللي ممكن تأثيرها يوصل لباريس. رابع تحدي أجواء التأس، فالحفل سيقام بأجواء مفتوحة، يعني أي نسمة هواء رح تأثر على الافتتاح. فتخيلوا لو شتت مثلاً، باي باي أولمبياد. كل هيدا وبعد ما حكينا عن توقيت الحفل اللي رح يبدأ بنهار وينتهي مع غروب الشمس، يعني تحدي لوجستي كبير. صراحة الموضوع صعب ومعقد، وما منقول غير كل التوفيق لباريس بإقامة حفل افتتاح أولمبياد ناجح، لأنه فعلاً هو أولمبياد غير مسبوق.